ينضم إلي عبر الهاتف السيد سليم قشوط المتحدث باسم القوة الوطنية المتحركة. سيد سليم، أهلا بك في نشرة الحادية عشرة. تحية طيبة لك أخي الكريم، تحية طيبة أخو المشاهدين. نعم سيد سليم، لو تضعنا يعني لو تحدثنا عن آخر التطورات الميدانية لهذا اليوم. نعم يا سيدي، فاضل ما زالت محاور القتال بالنسبة للمحور الصواني المتفرع منها عدة محاور، تشهد هدوء حذر في بعض محاورها مع اشتباكات طفيفة بين حين والآخر، وكذلك كانت ساحة الحرب خلال المدة اللي فاتت بعد الحرب النقلية السلاح الجوي الليبي يقوم بقصف مستمر لميليشيات حفظ المتمركزة في بعض المناطق في محيط المطار، وكذلك في منطقة سموف الرملة وخلف المطار جهة قصر بن رشيد. نعم سيد سليم، يعني ماذا عن محور خلة الفرجان أو محور عين زارة؟ بعد التأكد والاتصال من الصريخ والقوة الفوق الوسط المتواجدة في محور عين زارة، شهدت بعد العصر اشتباكات تعتبر متوسطة ليس بقوية، ولكن سرعان ما انتهت هذه الاشتباكات في باتجاه خلف الاستراحة الحمراء، واستعملت القوات الفوق الوطني الثقيل لبضع ساعات وانتهت قبل طرف المغرب هذه العمليات العسكرية. نعم سيد سليم، هل هناك يعني حصيلة مبدئية يعني للغنائم أو الأسرى أو شيء من ذلك يعني؟ لا توجد حصيلة، لأن هو ليس بهجوم إنما هي عملية اشتباكات، وما زالت قوات متمركزة في موقعها، فلن يحضرني ولن أسمع بأن فيه غنائم أو أسرى تمت من الطرفين.